أطلقنا خدمة التقاط العلم أو مسابقة التقاط العلم لاكتشاف المواهب السعودية. اكتشاف المواهب السعودية تفتح مجال الشباب السعودي أنهم يتخصصون في مجال الأمن السبراني، وهذه من الأشياء اللي حنا يعني في ترند مايكرو نسعى لها، أنه نتوجه إلى توطين التقنية. فهذه واحدة من البرامج. البرنامج الآخر أيضا، إحنا في رمضان العام الماضي أطلقنا أكاديمية ترند مايكرو السعودية. تقدم لنا تقريبا 3000 متقدم، اخترنا منهم 10 وضعناهم في برنامج تدريبي لمدة 3 شهور تقريبا، والآن هم على برنامج خاص عندنا في الشركة لمدة 2 سنين، بحيث أنهم يجربون مختلف المجالات عشان نكتشف ميولهم الخاص ونضعهم في المجال المناسب.